بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. حلقه جديده من فتش الكتب وسفر صمويل الثاني. فكركم خدنا في صمويل الاول ثلاث شخصيات: صمويل النبي، شاول الملك، داود الملك. خدنا داود في المرحله اللي قبل ما يجلس على العرش، مرحله الهروب من شاول والاخطاء اللي وقع فيها داود النبي والجرائم اللي ارتكبها شاول الملك، لغاية ما انتهت القصة بأن شاول مات في الحرب مع الفلسطينيين. صمويل الثاني أول إصحاح بيحكي لنا خبر موت شاول ويوناثان لما وصل لداود، والخبر جه بشكل مزيف في الأول، لأن جه ولد عماليقي تصور أنه كعادة الملوك لما يموت ملك الملك اللي بعده يبقى فرحان فيه، فجاي فرحان يبلغ داود النبي وكذب وادعى أنه هو اللي أجهز على شاول الملك. طبعا هو شاول كان انتحر في الاخر لما حس انه خلاص هيموت في الحرب، وقع على سيفه ومات. انما هذا الشاب العماليقي ادعى ان هو شاول قال له موتني عشان ما اقعش في ايد الفلسطينيين، وقال جايب يعني اثر من شاول عشان يقول لداود انا اللي قتلت داود. فقال له ان كنت قتلته يبقى انت تستحق الموت واعدم هذا الانسان الكذاب. لما جه الخبر لداود النبي إن شاول مات ويوناثان، بكى داود بحرقة وكتب مرثاه على يوناثان صديقه وعلى شاول الملك اللي كان بيقول عليه مسيح الرب. والمرثاه دي موجودة في صمويل الثاني أول إصحاح، شعر رائع جدا بيبكي فيه داود بحب حقيقي على عدوه اللي عاش بيعاديه وبيجري وراه سنين طويلة، إنما داود بقلب نقي كان بيحب شاول لآخر يوم في حياته. صمويل الثاني كل بتوع يهوذا جم توجوا داود ملك عليهم، لان داود اساسا من سبط يهوذا من بيت لحم، لكن لسه بقيه الاسباط ما قبلوش داود كملك. في الوقت ده حطوا واحد من ولاد شاول اللي فاضل يعني إشبوشس اسمه ملك على اسرائيل، فبقى يهوذا وبقيه بنيامين دول ليهم ملك اللي هو داود، والعشر اسباط التانيين عليهم إشبوشس. إصحاح 3 تبتدي المعركة بين الشعبين، شعب يهوذا وشعب إسرائيل. شعب يهوذا يقود داود ومعاه رئيس جيشه يؤاب، وشعب إسرائيل يقود إشبوشس اللي هو ملك إسرائيل ابن شاول، وده ملك ضعيف وعنده رئيس جيش قوي اسمه إبنير، إبنير ابن نير. بالمناسبة ده يؤاب ابن أخت داود النبي، وكلهم الكبار دول عيلة في بعض، يعني ابنير وعماسة وعسائيل كل دول قرايب لداود النبي من نفس العيلة. يقعوا في بعض الملكين أو المملكتين بيحاربوا بعض، داود من جهة وإشبوشس من جهة، وإن كان داود مش حابب كده لأنه عاوز كل اليهود يبقوا عيلة واحدة، لكن يقع ابنير رئيس جيش إشبوشس مع إشبوشس نفسه، فيروح يقدم معاهدة صلح أو مشروع صلح مع داود النبي. داود يكرمه طبعا لأنه عاوز يوقف الحرب، إنما يؤاب للأسف كان إنسان مخادع اللي هو رئيس جيش داود، واستغل إن ابنير جه لغاية عندهم وطعنه وقتله انتقاما لأخوه عسائيل اللي كان مات قبل كده بيد ابنير. داود بكى بحرقة على ابنير لأنه كان جايله في معاهدة سلام، ويؤاب استغل الموقف وموته، وبان ان داود قلبه نقي وما قصدش ينتقم من ابنير ولا يغشه، وكل الناس عرفت ان اللي عمل العمله يؤاب مش داود النبي نفسه. في اصحاح 5 كل الاسباط اعلنت انضمامها لداود النبي، لانه إشبوشس نفسه اتقتل في اصحاح 4 بيد ناس عملاء، فكل الاسباط اجتمعت عند داود وقالت له انت ملك علينا كلنا، انت مختار من عند ربنا، وخلينا نمشي كلنا وراك. وبقى داود على كل الأسباط بعد ما بقى على يهوذا بس 7 سنين، بقى ملك على كل اليهود، وسميت المملكة مملكة داود. في الوقت ده داود خد صهيون البلد اللي حبها وسماها الحصن بعد كده، وبقت مدينة داود، خدها من اليابوسيين أحد القبائل اللي ما كانش طردهم يشوع من ساعتها، وكانوا ما زالوا موجودين في الأرض. إصحاح 6 داود انشغل أول ما قعد على العرش إن تابوت العهد ما زال من ساعة الحرب بتاعت شاول مع الفلسطينيين ما زال مركون في بيت أبي نداب في قرية مهمل، وإن كان أبي نداب ده راجل صالح كان بيخدم التابوت.
فداود بقلب محب لله اتمنى ان تابوت العهد يبقى في بيته هو وفي مدينة داود، فقرر انه ينقله بموكب عظيم، وهو اللي قام بالموكب بنفسه وتقدم الموكب. حصل للأسف في الموكب خطأ من شاب اسمه عزة من بيت أبي نداب، انه لما التابوت كاد هيقع كده عزة تجاسر وسند التابوت بإيده، طبعا ده كان محرم على أي إنسان يلمسه إلا الكهنة اللي شايلينه كمان بعواميد خاصة مذهبة، فعزة وقع مات. عشان برضو ربنا عاوز وصل الرسالة للكل انه تابوت العهد له احترام خاص ومش مفروض حتى حد يشوفه. انما داود انزعج جدا بسبب عزة وخاف انه يدخل التابوت بيته، فدخله في اول قرية في السكة كانت بيت عبيد ادوم، والراجل ده كان راجل تقي، فالبيت اتبارك بحضور التابوت فيه. رجع داود النبي يتمنى تاني ان تابوت العهد يبقى في بيته، فلما لقى انه تسبب في بركة للبيت بتاع عبيد ادوم قرر انه ينقله، لكن ياخد كل التحفظات الممكنة فأثناء نقل التابوت، وعمل زفة اكبر كتير من الاولانية وتقدم الموكب بنفسه، وبقى يقود الاف من اللاويين والمغنيين، وكان يتحرك قدامهم بحركة منتظمة اللي سماها الكتاب ورقص او لعب داود امام التابوت، لانه كان ليهم زي مرشات موسيقية بيغنوا عليها المزامير، وكل الشعب وراه، وكل كام خطوة يقدموا عشرات ومئات من الذبائح. المنظر ده ما عجبش ميكال بنت شاول مرات داود، فلما دخل الموكب لغاية القصر بتاعها وجنبها شافت داود الملك وهو بيقود الموكب بنفسه صغر في عينيها، ولما صعد داود بعد اليوم الطويل ده سمعته كلام بايخ وقالت له انه صغير في عينين العبيد، قال لا انا صغير في عينين ربنا، انما في عينين العبيد اللي بتقولي عليهم انا كبير وربنا مديني نعمة عند الكل. وميكال اتحرمت من الولاد بسبب عدم احترامها لجوزها داود وعدم تقديرها لمحبته لربنا اللي خلته يقوم بالموكب بهذه العظمة، وما قدرتش المحبة دي. داود النبي اشتهى انه تابوت العهد يبقى له بيت عظيم، يعني كان مستكتر ان هو يقعد في بيت قصر وتابوت العهد يفضل في خيمة الاجتماع. فبعت لنسان النبي اللي كان محل صمويل النبي بالنسبة له، وقال له اسأل ربنا يصح ان انا اعمل له بيت مخصوص. نسان النبي قال له اعمل، يعني بدل دي شهوة قلبك ودي حاجة حلوة اعمل حاجة لربنا. ربنا جه لنسان النبي وقال له روح لداود وقول له ما تعملش، انا ما طلبتش من حد يعمل بيت مخصوص، انا دايما ارتضيت ان اسكن في خيمة واتنقل مع موسى ومع يشوع من مكان لمكان، انما بما ان داود فكر في الشهوة دي هخلي ابنه هو اللي يعمل البيت، وهو هديله نصيب معايا كبير قوي عشان شهوة قلبه الحلوة دي. فداود قرر انه يحضر كل حاجة لسليمان بعد منه، لسه ما كانش سليمان اتولد، عشان يسهل عليه اجراءات انشاء اعظم بيت في التاريخ او هيكل لربنا، وكان تحفة في زمان. استمرت فتوحات وانتصارات داود، وبقى مملكة داود عمالة تزيد حتى ان كل الملوك بقى يعملوا له حساب، وبقى منتشر في كل مكان، وبقى أعظم ملك في زمنه، وبقت يعني مملكة إسرائيل في الوقت ده لها مجد عظيم عند الكل. داود افتكر يوناثان صديقه، فبدأ يدور هل في حد من عيلة يوناثان صديق عمره لسه عايش. لقى شاب أعرج من بطن أمه اسمه مفيبوشس، هو اللي عايش من بيت يوناثان، فقرر إنه يكرمه وفاء لعهده مع صديقه يوناثان، وبقى يقعده معاه على مائدته ياكل كل يوم، ورجع له كل املاك يوناثان وشاول الملك احتراما لعهده القديم. في اصحاح 10 داود حب يعزي ملك بني عمون لانه بينه وبين ابوه كان في علاقات طيبه قبل كده، انما للاسف ملك بني عمون كان انسان مستهتر، وافتكر ان الجماعه اللي جايين يعزوه دول جايين يتجسسوا الارض، فاساء اليهم وجرح نفسيتهم، فداود صعب عليه وبدأ حرب مع بني عمون وانتصر عليهم وعلى مملكة أكبر، مملكة أرام. لما طالت الحرب مع الشعوب دي داود بقى ابتدى يكسل عن الحروب، وابتدى يتخاذل عن دوره كقائد حربي، وابتدى كده بقى ايه يستفيد من كونه ملك، ويبتدي الكيرف الروحي بتاعه ينزل. وهنا نسمع عن خطية داود الصعبة، انه سايب الجيش يحارب وهو طلع يتمشى على السطح،
وبعدين شاف امرأة تستحم، كانت امرأة واحد من رجالته الكبار أوريا الحسي. الراجل ده كان قائد حربي وامرأته كانت جميلة، فهو للأسف وقع في خطية الزنا معاها، وحب يغطي على الخطية بخطية أكبر، إنه عمل مؤامرة عشان يرجع الراجل من الحرب لما عرف إنها حامل، فحب يستر على خطيته بالكذب والغش. الراجل طلع أمين جدا مع ربنا، واستحرم يدخل بيته وكل العساكر والقادة في الحرب، ورفض تماما إنه يدخل بيته. فاضطر داود بروح شر جواه إنه ينتقم أو يخلص من الراجل ده، وبعت رسالة سرية ليؤاب قال له حطه في مقدمة الصفوف، ويعني يسيبه كده إيه يواجه الجيش لوحده، جيش الأعداء. وتمت المؤامرة للأسف، ومات الراجل الطيب ده، وكأن داود زنى وقتل مع سبق الإصرار والترصد. طبعا يؤاب كان فاهم السر، ولكن يؤاب نفسه ما كانش إنسان تقي، وغطى على غلطة الملك وما رجعوش فيها. صاحة 12 بقى نسمع عن نسان النبي اللي بمثابة أب اعتراف داود النبي. ربنا بقى بعت نسان عشان يعاتب داود على الجريمة. بعد فترة طويلة داود لا صلى ولا تاب ولا حس بالجرم اللي عمله، وعارفين الحكاية اللي حكاها نسان لداود عشان بس يحرك قلبه، وحكى له حكاية الراجل الطيب اللي كان عنده معزة صغيرة، وجه الراجل الغني اللي جنبه جاله ضيوف، فقرر بدل ما يذبح من عنده ياخد المعزة دي ويذبحها. فداود من غيظه قال يقتل هذا الرجل الغني، قال له أنت هو الرجل، وقال له ربنا ادالك كل حاجة وأكتر من اللي تمنيته، لكن أنت تجسرت على وصية ربنا وكسرت عهدك مع ربنا وخليت أعداء الله يشمتون. لأن داود ما كانش ملك بس، كان أيضا نبي وكاتب مزامير، وكان على درجة روحية، فكانت سقطته عظيمة. داود تاب توبة صادقة واعترف قدام نسان أنه أجرم في حق الله. فنسان طمنه وقال له نقلت عنك خطيتك، لا تموت، لكن في تأديبات هتيجي على بيتك، والزنا والقتل هتشوفه في بيتك بسبب اللي انت عملته مع ناس بره بيتك. من اصحاح 13 نبتدي نشوف التأديبات اللي دخلت بيت داود، انه ثمار بنته عشقها اخوها امنون بس من زوجة اخرى. امنون اشتهاها وكان له صديق شرير ساعده في المؤامرة، وطلبها من أبوه على اعتبار كان متمارض وعامل نفسه عيان. وجات ثمار واعتدى عليها أخوها للأسف، وبعدين طردها شر طردة، وأهينت ثمار إهانة شديدة قوي. داود عرف وللأسف ما خدش موقف من أمنون اللي بقى اتغاظ جدا، كان أبشالوم أخو ثمار، وقرر ينتقم لأخته، وبدأت المشاكل تزيد. سمعنا بعد كده إن أبشالوم استنى سنتين لغاية ما الموضوع برد، وعمل عزومة كبيرة قوي لإخواته، وقتل أمنون أخوه اللي اعتدى على ثمار، وكانت جريمة بشعة. وداود افتكر أنه أبشالوم قتل كل العيال وكاد ينهار، إنما قالوا له لا هو قتل بس أمنون، وحزن داود حزن شديد ومرضاش يقابل أبشالوم فترة. يؤاب سعى أنه يصلح أبشالوم بداود أبوه، وفعلا تم الصلح بعد فترة. ويؤاب استعان بامرأة حكيمة قال لها تدخلي لداود وتحكي له حكاية كده عشان تحركي قلبه، تقولي له أولادي الاتنين وقعوا في بعض، واحد قتل أخوه، النهاردة أهل القرية عاوزين يموتوا الجاني، يبقى أنا هخسر الاتنين. فقال لها خلاص يا ستي أنا هشفع لك عند أهل القرية. قالت له بقى طب ما هو الموقف ده عندك أنت كمان، ما هو اتنين من ولادك واحد قتل التاني، وكده كده أنت مش عاوز تقبل الجاني. فهو فهم طبعا الرسالة وقال لها لازم يؤاب وراكي، ووافق انه يقابل ابشالوم او يستعيده. ابشالوم كان انسان شرير، مش بس اكتفى بقتل امنون، انما كان يتآمر انه ياخد مكان ابوه. داود حس ان ابشالوم بيخطط لخطة اوحش، انما داود كان ضعيف قصاد ولاده ومحبش يقع معاه، وابشالوم كل ماذا كان بيشتري الناس بالكلام، وكان بيحاول يثبت اقدامه لغاية ما جمع مجموعة كبيرة حواليه، وبعدين اعلن ثورة على داود. داود لما لقى انه هيعادي ابنه خد رجالته المقربين وخرج من قصره هربان، وكان حافي وكان منكس الرأس وكان حزين جدا لان ابنه بيعاديه وعاوز يموته، فطبعا دي كانت جرح اصعب من اي جرح شافه في حياته.
في الوقت ده بان الأعداء من الأصدقاء، في ناس كانوا في قصر داود ما يهمهمش غير المصالح، دول تحيزوا إلى أبشالوم على اعتبار هو الملك الجديد، وكان في أصدقاء أمناء جدا مشوا مع داود وقرروا يهربوا، وبعضهم تركهم داود كنوع من التجسس على أبشالوم عشان يساعدوه. وهو خارج حزين طلع واحد من أهل شاول بتوع زمان اسمه شمع بن جيرة، قعد يسب داود ويقول له كلام صعب طول ما هو ماشي ويحدفه بالحجارة. وجي واحد من رجال داود عاوز يموت الإنسان ده، داود قال له سيبه، الرب قال له سب داود، إذا كان ابني أنا عاوز يموتني مش هنسيب الغريب يشتمني، لعل الله ينظر إلى مذلتي. فعلا ربنا نظر إلى مسكنة داود وإلى تذلله وإلى صلواته وإلى كمان عند أبشالوم وكبريائه. وفي الوقت ده كان أبشالوم مع أخيتوفل. أخيتوفل ده كان رجل عسكري أو رجل مستشار حربي، واللي ياخد رأيه يعني ما بيغلطش أبدا، لكن كان إنسان شرير وبطال. عشان يكره الناس في داود أو يوقع بين داود وأبشالوم، أشار عليه بحيلة رضية جدا أنه يأخذ جواري أبوه ويجتمع بيهم عشان تبقى الوقعة سودة اللي بينه وبين أبوه وما يبقاش في أدنى صلح بينهم بعد كده. في نفس الوقت أشار عليه أنه يطلع بسرعة وراء داود يحاول يلحقه قبل ما الناس تجتمع وراء داود. كان في واحد اسمه حشاي الأركي من رجال داود ادعى أنه يعني خان داود وبقى مع أبشالوم، فأنقذ الموقف وأشار على أبشالوم وقال له بصراحة أخيتوفل المرة دي ملوش حق، أنا شايف أن أبوك راجل حرب طول عمره وهيستخبى في الجبال ومحدش هيعرف يوصل له، الرجال اللي معاه نفوسهم مرة ومحدش هيعرف يغلبهم، فأنا رأيي نطول بالنا ونجمع كل الشعب اليهودي ونطلع طلعة كبيرة قوي عشان نخلص من داود واللي معاه. كان غرضه من الكلام ده انه يدي فرصة لداود الملك يهرب ويبعد اطول مسافة ممكن. وراح بلغ داود عن طريق ولاد الكهنة اللي كانوا عملاء لداود يعني انه الاشارة جت كده والسيناريو مشي بالطريقة الفلانية واهرب على قد ما تقدر. داود فعلا جمع الشعب حواليه لان الناس كلها كانت بتحب داود، فرجعت تاني فاقت لعقلها واكتشفت ان ابشالوم لا يصلح ان يكون ملك، فجزء كبير من الشعب رجع يجتمع حوالين داود، وقامت حرب للأسف كان داود مش عاوزها بين الشعب أو الجيش اللي مع داود والجيش اللي مع أبشالوم ابنه. داود كان موصي يؤاب أنه ترفقوا بالفتى أبشالوم، كان كل اللي مضايقه في الحرب دي أنه بيحارب ابنه، وكان طبعا صعب عليه جدا أنه يبقى يهود بيحاربوا يهود وابنه هو عدوه. يؤاب للأسف ما التزمش بوصية داود وأصر يقتل أبشالوم، وقال خبر لداود ان ابنه مات في الحرب، وبكى داود بحرقه على ابشالوم بالرغم ان ابشالوم كان عاوز يموته. طبعا اخيتوفل انتحر بسبب التصرف اللي حصل، لانه من كبريائه زعل جدا ازاي ما خدوش على كلامه، وده كانت نهايه الانسان اللي ادعى الحكمه والمكر والخبث والدهاء. بعد حزن داود قامت المشاكل تاني، لأنه اليهود بتوع إسرائيل وقعوا مع اليهود بتوع يهوذا، وقام واحد اسمه شبع بن بكري حب يعمل ثورة على داود وانتهى نهاية سيئة. جت أيام جوع على شعب اليهود بسبب غلطة عملها شاول مع ناس اسمهم الجبعونيين، وربنا برضو قال لداود ينهي المجاعة دي ويدي حق للجبعونيين من أهل شاول. في أصحاح 22 و23 نلاقي داود العجوز بيعيد كل إحسانات الله معاه وبيكتب مزامير في آخر حياته، بيشكر ربنا على كل اللي عمله معاه، ويعني بيسلم الحياة الروحية لكل الشعب، وتسبيحة جميلة قوي في آخر إصحاحين، إصحاح 22 و23 من صمويل الثاني، فيها تسبيح داود الأخير قبل انتقاله. لكن تيجي مفاجأة في الإصحاح 24 آخر إصحاح، أنه داود مع سنه مع شيخوخته برضو انشغل بحاجة كانت مش مظبوطة، أنه يعد أو يحصي الشعب، وكان وراها افتخار ونوع من الكبرياء، حتى أن يؤاب كان عارف أن دي تزعل ربنا حاول يثني عن عزمه، إنما أصر، وكانت فرصة أن ربنا يأدب الشعب لأنه كان الشعب ابتدى يقاوم صوت ربنا وابتدى يرجع تاني للوثنية ويحصل لخبطة داخل الشعب. وحصل وباء وداود
شفع في الشعب وصلى بحرقة وقدم ذبيحة ووقف الوباء اللي حصل بسبب إحصاء الشعب. صمويل الثاني سفر جميل قوي ومليان أسرار داود مع ربنا ومليان سقطات وانتصارات، وده يورينا شخصية عظيمة زي داود النبي، بالرغم أنه يمكن أكتر شخصية في الكتاب المقدس ذكرت أخطائها، إنما أكتر قلب شهد له أنه قلب حسب قلب الله. وده يدينا رجاء وأمل أن مهما الواحد فينا كان ضعيف ومليان خطايا، بالتوبة بيرجع تاني قريب لربنا وكأنه لم يخطئ. هقرأ معاكم بس آيتين صغيرين كده من صمويل الثاني إصحاح 7، أوريكم جزء من قلب داود. صمويل الثاني إصحاح 7، الإصحاح اللي بيحكي لنا شهوة قلب داود لما قال لنسان نفسي أبني بيت لربنا. فنسان قال له ابني، وبعدين ربنا قال لنسان لا روح قول له ما يبنيش، خلي ابنه هو اللي يبني وأنا بقى اللي هبني له وأعمل له كل حاجة. يقول فدخل الملك داود وجلس أمام الرب وقال. دخل الملك داود وجلس، يعني دخل خيمة الاجتماع وقعد قدام كده حجاب اللي بيفصل قدس الأقداس عن القدس، وجلس لأنه ظهر كان بياخد خلوة أو بيصلي في المكان ده كتير، وقال من أنا يا سيدي الرب وما هو بيتي حتى أوصلتني إلى ها هنا؟ وقال هذا أيضا في عينيك يا سيدي الرب، فتكلمت أيضا من جهة بيت عبدك إلى زمان طويل، وهذه عادة الإنسان يا سيدي الرب. يعني إيه؟ بيقول له يا رب أنا مين عشان توعدني كل الوعود دي؟ ده أنا إنسان ما استاهلش ولا حاجة، كان مين في بيتي يستاهل كل العز اللي أنا فيه؟ أنت يا رب قليل عليك كل اللي عملته معايا، عشان لسه هتوعدني كمان أنا هخلي ابنك عظيم وابنك يبني وأولادك، لأنه في الإصحاح ده ربنا وعده أنه يأتي من نسله المسيح المخلص، مسيحنا وربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح. فقال له قل هذا في عينيك، يعني كان قليل اللي انت عملته يا رب، عشان لسه كمان في وعود وفي عطايا كتير. قال له هذه عادة الإنسان يا سيد الرب، يعني الإنسان بيبقى عاوز يرد الجميل، بس أنا مش عارف أرد لك على كل الخير والعطايا اللي انت اديتهاني. بماذا يعود داود يكلمك وأنت قد عرفت عبدك يا سيد الرب؟ تلاحظوا أن داود بالرغم من ملكه في الوقت ده كان متواضع جدا وحاسس أنه صغير، وعاد يقول له يا سيد الرب وأنا عبدك وكتير عليا اللي بتعمله معايا وأنا ما استاهلش. وبدأ يسبح داود ربنا على كل العطايا والبركات اللي تمتع بيها وعلى الوعود اللي بيوعده بيها في المستقبل. احنا بنعمة ربنا هنقرأ الأسبوع ده سفر صمويل الثاني ونحاول نخلصه في أسبوع زي ما تعودنا. هنركز على قلب داود من ناحية ربنا، يعني كل إصحاح عاوزين نطلع علاقة داود بربنا، حب داود لربنا، ممثل مرة في صلاة، ممثل مرة في توبة، ممثل مرة في شهوة روحية جميلة إنه يبني الهيكل. يعني الواحد لما يحب ربنا يطلع منه إيه؟ ده اللي هنطلعه من سفر صمويل الثاني. وإلى لقاء آخر، لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد.